اسعد الله اوقاتكم متابعين وتابعات قناه شفت فيديو مرحبا بكم. انا اليوم في هذا البث المباشر في جوله ليليه قرب ساحه المحطه القطار بمدينه قنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا الاجواء مثيره في هذه الليله، فمرحبا بكل من التحق بنا. و اجواء ديال هذه الليله الجميله اللي فيها واحد الهدوء الساكن. أثناء وصل واحد القطار كيفما كتشاهدو معنا الجماعة ديال الحمد لله السلامة كل اللي تحق في هاد القطار اللي جا دابا. فسلامتكم كنقول لكم من هاد المنبر. كيفما كتشاهدو الساحة دابا خاوية. مساء الخير للملكة ومرحبا بك معنا في هاد البث المباشر. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب. كنتمنى نشوف تعليقاتكم الأجواء كيفاش دايره عندكم في هاد الأيام ديال الصيف كيفما كتشاهدو. سي سفيان مرحبا بك معنا. ناصر مساء النور مرحبا بك معنا في هاد البث المباشر. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شفتي اللي تحكوا بنا. سي أمين مرحبا بك كذلك. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شفتي في قناة الشعب. لأن كنتمنى نشوف السي حسن كذلك. أمين. كيفما كتشاهدو معنا الجولة الليلية في الساحة ديال محطة القطار ديال مدينة قنيطرة. كيفما كتشاهدو هذا هو واللي هذه مناسبة حتى الناس اللي ما عمرهم ما شافوا هذه المحطة. فهي المحطة ما أعتقد فهي أكبر محطة في المغرب اللي كتواجد. جبار مساء النور خاي بارك الله فيك ومرحبا بك معنا في هذا المباشر. عيسى مساء النور ومرحبا بك معنا. سي ناصر كذلك. سي حميد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي بشير مرحبا بك. بشير عزيز مرحبا بك معنا. كل متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي اللي تحكوا بنا الآن فمرحبا بكم. أن جولة ليلية اليوم كانت واجب صحة محطة القطار ديال مدينة قنيطرة. كيفما كتشاهدو معنا الأجواء الليلية في هاد المحطة والجو كي داير. بغينا نشاركو معكم في هاد الليلة الجميلة. فمساء الخير كل من تبارك الله. شكرا سي عبد الجبار وتبارك الله يكرمك كذلك. السلام سي احمد ومرحبا بك معنا كذلك. مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا في هذا البث. اعتذر اختي بشرى اعتذر. لاله مريم مرحبا بك. لاله مريم محبه الله مرحبا بك معنا. ومرحبا بك سي حسن سي يوسف عفوا سي يوسف مرحبا بك معنا. وكنتمنى ما نكونش نسيت شي تعليق. كنتمنى نكون ما نسيت شي تعليق. ما تبارك الله تعليق كثيرة وتبارك الله عليكم. منعم مساء النور. كذلك عمر مساء الخير ومساء النور على الجميع. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين هذه الجولة الليلية في هذا المكان الجميل بساحة محطة القطار اللي معروفة في مدينة قنيطرة واللي بقات هي. يعني كنا عندنا حنا في مدينة قنيطرة وهذه معلومة كانوا جوج محطات فبقات هي هذه المحطة. المحطة الأخرى مسدوها ولات بقات هي هذه المحطة هذه وهي أكبر من المحطات على ما أعتقد هي أحسن محطة. فالمتابعين الأفضل هما اللي غادي يحكموا هما اللي يقول لك واش أحسن محطة ولا لا. مرحبا سي عبد الجبار مرحبا ألف مرحبا. لالا أمينة مرحبا بك وألف مرحبا.
تري بيان. مرحبا سي امي تري بيان. حنا في محطة القطار ديال مدينة القنيطرة كيف ما كتشاهدوا، وبهذه المناسبة غادي نشارك معكم واحد الرون بوان لمدينة القنيطرة اللي بواحد الشكل زوين بغيت نشاركو معكم في هذه الليلة. شكرا على الورود الجميلة سي عمر، كنشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك السي منعم والله يجازيك بخير، أنت كذلك أخي الكريم بارك الله فيك. مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا في هذه الجولة الليلية، بغينا نشارك معكم واحد الرون بوان بواحد الشكل جميل، واحد الرسمة جميلة. تابعوا معنا المتابعين الافاضل، اللي مرسوم فيه البرق واحد الشكل جميل فعلا. سي يوسف قنيطرة معروفة بحلالة بويز، لكن كما كتشاهدوا مع المتابعين الافاضل هذا واحد الشكل اللي بغيت نشاركو معكم اللي في رون بوان. صديق مرحبا بك معنا، هانتوما بالشكل ديال البوراق كيفما كتشاهدو معنا. شكرا سي حميد وتحية متبادلة لسي حميد. اسماعيل مرحبا بك معنا، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين. غادي نعطيك الرقم فعال الخاص، مرحبا اللي كيطلب الرقم ديالي. فعلا هاي باش نبين لكم، عفوا هاي كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. صحيح بن سليمان، هذه مناسبة سي أمين، عفوا سي أمين بن سليمان، كي ديال الأجواء عندكم؟ عندكم شي حرارة؟ كي ديال الأجواء عندكم في بن سليمان؟ وأيضا المتابعين الأفراد اللي كيتواجدوا معنا، فما كرهناش اللي كيكتبوا لنا تعليق، فيكون لنا حتى المدن اللي كيتواجدوا بها، وشاركونا معنا كي ديال الأجواء الليلية عندهم، واش عندكم شي حرارة في هذا الأثناء ولا لا؟ إذا ها هو كيفما كتشاهدوا معنا. نعم سي منعم، هذه محطة جديدة، بون جديدة راه عندها واحد شي على ما أعتقد 4 سنين أو 5 سنين، ففي النهار كتكون بواحد الشكل جميل، وبالليل كذلك بواحد الشكل جميل أكثر كيفما كتشاهدو. واخا سي عزيز مرحبا، غادي ندخل عليك الخاصة سي عزيز. وغادي نعطيك جديدة، مرحبا، غادي نعطيك الرقم في الخاص، مرحبا. سي حسن مرحبا بك. إذا كيف ما كتشاهدوا سي معين من طنجة، كيف الأجواء عندكم في طنجة؟ سي أمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا سي عز الله ودي، مرحبا مرحبا، ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوتوبي قناة الشعب، مرحبا بكم معنا. أنا من حنيطرة من جو زوين في ولاد عرفة. مرحبا بالناس ديال القناة اللي كيتواجدوا معنا، منهم سي يوسف، سي سعيد كذلك، مجموعة ديال الأسماء، وكنعتذر مرة أخرى إلا ما لقيتش بعد تعليق، فيمكن لكم كذلك سي عمر من مراكش، مرحبا بالناس ديال مراكش، طبعا غيكون عندكم الجو سخون على ما أعتقد في مراكش، الصاد وقيلة، فهنا في دابا في حاليا صراحة في مدينة قنيطرة في هاد اللحظات، صراحة الجو عادي ماشي سخون، جو مزيان، ما كاينش ديك السخونية اللي كتعرفوا، عادي جو مزيان. غنقرب من باش نشارك معكم.
حنا الجو عندنا عادي، ماشي ما كاينش الحراره وما كاينش داك البرد، دونك الجو عادي عندنا، الجو مزيان كما تقدر ترى. السلام الرزاق، مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي كيتواجدوا معنا في هذا البث المباشر. كيف ما كنشاهدوا حنا الان في ولي تحت كبير، مرحبا بك. فاحنا كنتواجدوا بمدينه قنيطره بالضبط امام محطه القطار ديال مدينه قنيطره كيف ما كنشاهدوا. ما فهمتش السي ام اش كتبتي، كنعتذر ما فهمتش، ممكن تعاود تكتب او ممكن تشرح لي اكثر. سيموني مرحبا بك من مدينة قنيطرة ولاد وجيه، مرحبا بنازل ولاد وجيه. ان شاء الله السي معاذ مرحبا، ان شاء الله نديرو عندكم جولات ليلية بمدينة بولاد وجيه، عفوا في مدينة قنيطرة بولاد وجيه. راه نفس ديال القنيطرة سي كامل، نفس القنيطرة عفوا نفس الجو اللي في القنيطرة في ولاد وجيه، راه نفس المنطقة تقريبا. حنا كما ما بعيدينش علينا ولاد وجيه، ولكن ما كاينش البرد، بالعكس كاين جو عادي، ماشي هذاك البرد وماشي داك الحرارة، داك الحرارة اللي كانت. سي عبد الرحيم من اسبانيا مرحبا بك، وهذه مناسبة كنقدم تحية لجميع الجالية المغربية المقيمة بالدياسبورا والفرنسية اللي كتواجد. عماد ابي كاك، تحية لك وتحية لناس قنيطرة وتحية لنادي قنيطرة، النادي القنيطري ملقب بالكاك. تحية لابوس. شكرا لك، وكيف ما قريتو في التعليق ديالو السي معاذ مرحبا. كذلك حسن اللي التحق بنا، حسن من اكادير، الجو مزيان كيقول السي حسن من اكادير، كيقول الجو مزيان. السي عزيز حنا الجو ديال مقابر، حنا حدا مقابر السي عزيز، عفوا عزيزة اعتذر اعتذر، لا عزيزة اعتذر، فهي في بيراني مقبرة رضوان. عمر الشاب الصحفي كبير ديالنا ناس ما عرفش السي احمد، ما جونسي با. سي ياسين كذلك مرحبا بك. عمر شباخ ما عرفش اخويا، ما عرفتش. شكرا سي ابراهيمي، شكرا لك ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، وتحيه لك متبادله. فصراحه ما بقى لي الا نقول لكم ليله سعيده للجميع ان شاء الله، ودا ان شاء الله بداية الاسبوع. فكنتمنى لكم التوفيق وكنتمناو او دخلنا في الشهر السابع 57، بقى شويه. اذا ما بقى لي الا نقول لكم ليلة سعيدة للجميع وتبيتي الأسبوع، فكنتمنى لكم التوفيق وكل ما كنتمناو يا ربي يحقو لكم. تصبحوا على خير وإن شاء الله نتلاقاو في لايفات آخرين إن شاء الله بحول الله. ك
كنتمنى انكم تبارطاجيو وما تنساوش. ومره اخرى كنقول لكم ليله سعيده واحلام سعيده. مرحبا سي عزيز، انا عطيتك الخاص، ما كاينش مشكل سي عزيز.